إن أمات زهرة في جوفك فبستانك لا زال حيا. ما تخافش، عم جلال الدين الرومي صاحب الرقصة الشهيرة المولوية عملها للخشوع للتجلي. طبعا في ناس بقى قالوا لأ، وده رقص وده كلام فاضي وده ما يصحش الشيوخ يعملوا كده. حتى في عصره في ناس اعترض. الرقصة دي اتثبتت بسلطان ولد ابنه، لكن اللي عمل الرقصة الفظيعة الرائعة دي اللي فيها كل الجمال هو جلال الدين الرومي بعلاقته الشهيرة مع شمس التبريزي الذي قيل فيها ما قيل. لكن يظل جلال الدين الرومي، وهنا تحت في الحتة دي هننزل فيها بعد شوية، المثنوي ده من أعظم الكتب الشعرية في العالم زي ما قلت لكم، مش في وطننا ولا أمتنا ولا عندنا، لا في العالم كله، لأنه فيه حكم بديعة. يعني يقول لك إيه؟ لا تكن بلا حب كي لا تشعر أنك ميت، مت في الحب تبقى حيا إلى الأبد. جلال الدين الرومي زي ما قلت لكم عايز مننا حلقات وحلقات. لكن في القاعة دي بقى سنة 1932 غزل اسمها سمع خان، كانوا يسمعوا فيها ذكر ويسمعوا فيها تواشيح. جت الست ام كلثوم هنا وعبد الوهاب وعملوا حفله، كانوا بيجددوا في التكيه حاجه زي كده، وشايفين المسرح شيء يعني الحقيقه مش ممكن حد يقدر يوصف جماله قد ايه. الصناع المصريين مهره. ام كلثوم غنت وعبد الوهاب غنى. يبقى احكي لكم قبل ما امشي حكايه الملك فؤاد، لان حكايته زي العسل. تعرفين الملك فؤاد ده كان ما بيعرفش يتكلم عربي، لكن ليه قصه لطيفه جدا. ما اعرفش ليه القاعه دي ما يبقاش فيها مطربين الكبار. في بيجي على فكره حلقات ذكر، ويمكن انا هحاول ان شاء الله في اي مناسبه نجيب حد ونقدر نعمل حلقه في هذا المكان الجميل. تعالوا بقى نشوف المثنوي. جينا بقى في الحجرة الخاصة دي، حجرة فيها ثلاث تفصيلات مهمة. كتاب المثنوي، وزي ما قلت لكم انه ده من اعظم الكتب الشعرية في التاريخ وفي العالم، لانه في 43 الف بيت في الكتاب. كتاب طبعا باللغة الفارسية، لانه هو من بلخ، حتة كده ممكن تبقى في افغانستان، يعني حتة لبش شوية، لكن بلخ وقونية والحتة دي كان فيها جلال الدين الرومي، فهو مكتوب بالفارسي، وده أهدية للحكومة المصرية للمكان ده تحديدا، عشان ده اسمها تكية المولوية. والكتاب ده قراءته صعبة، لكن معانيه يعني فوق ما تتخيل من جمال ومن روعة في كل الإنسانيات. يعني هي مش مسألة تدين بس وصوفية وعشق إلهي، لا، في كل الحاجات الإنسانية على مستوى كل المشاعر. ما اقدرش اقول لك اقراه لان هو صعب الحقيقة، لكن على اليوتيوب هتخش هتلاقي اقوال للرومي، اقراها. شيء مش ممكن، يعني مش ممكن، مش صعب تحفظه، لكن مش ممكن تنسى معناه. عنده معاني في منتهى الرقي، معاني ترفع من روحك المعنوية. حلوة دي، سهلة يعني. اما ده فده مولانا محمد در، يقولوا عليه طباخ المولوية، يعني كان بيطبخ القاس وكوسة وبتاع. لا، ده طابخ الفكرة كلها في دماغه، فده المعلم اللي طابخ المولوية وفكرهم وإبداعاتهم وكل حاجة. أما ده فده زي المولوية، ده بيديك عمق للأشياء. الحاجات دي مش معمولة كده للزينة، الحاجات دي عشان تعرف ان الشيء الاصيل اللي معمول بصدق لازم يعيش، حتى لو
في زي في شكل جلابية، في شكل عمة، في شكل مقبرة قديمة جدا، في شكل ورقة عليها كلام. الكلام ده هو ده الحياة.